المشاهدين اخباركم ياك لاباس كي دايرين ياك لاباس عليكم الشباب كاملين كبار وصغار الشباب ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب ومرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله يا ربي هالطلب ديالكم ديال ديك السيده اللي كانت بغات الدنجال مخلل انا غادي نوري نصاوب ليها الطريقه كيفاش كنديروا الدنجال مخلل وان شاء الله يا ربي كاين باذنجان وكاين فلفله حاره وكاين مطيشه سوريس هذا هما الوصفه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله يا ربي الله يجعلها تجي خفيفه على القلب ديالكم ان شاء الله وتعجبكم وهذا هو الدنجال ان شاء الله يا ربي اللي وهذا هو الدنجال اللي قلنا لك اللي درتو معاكم ان شاء الله يا ربي راه كتبتوا لي في التعليق بلا بغيتوا الدنجال انا غنوريكم الطريقه ديالي ديال الدنجال ان شاء الله وبسم الله توكلنا على الله انا غنوريكم كيفاش ندير دابا غادي نبدا بالدنجال حيت غادي نردو يتبخر واحد غير نص ديال الطيبه ماشي كنبخروه حتى كيطيب غير شويه تطلع فيه ديك الغليه شويه حتى كيدبال بالبواخ ديال البخور ديال الماء غادي نردو يتبخر عاد غادي نصاوبو نوريكم كيفاش كندير ليه الطريقه ديالي دابا غادي نبداو بالبنجان دابا غنقطعو بحال هكا هانتوما هانتوما على كنفتحها على ربعة الدنجال الا لقيتو صغار من هذا وطويل حسن دابا انا ما لقيتش عييت نقلب في السوق هادشي اللي لقيت الا لقيتو بحال هذا رقيق وطويل كيجي زوين اولا داك الصغير القصيور راه كيكون ها هو دابا باقي ما جابوش ما كاينش هذا عزلتو من الدنجال الكبير دابا كنديرو ليه بحال هكا كنمشيو معاه بحال هكا كامل هانتوما نمشي معاه كامل حتى نصاوبو وكيجي مخلل زوين كيجي غزال دابا ملي قطعتو هانتوما على ربعة هاهو قطعت هاكا على ربعة دابا غادي نصطفو نديروه يتبخر بحال هكا وما يتبخرش بزاف غير شويه انا نوريكم القياس كيفاش دابا انا غادي نصاوب معكم الفلفله حاره بين ما يطيبوا لينا البنجال ديالنا بين ما يفور نص طايبه ماشي يطيب هاي نص فوره هاي شويه دابا الفلفله كنثقبها بحال هكا الفلفله حاره كنثقبها بحال هكا هاد الفلفله هانتوما كنثقبها بالموس بحال هكا غير مره وحده وكنثقب هي الفلفله حاره هانتوما كنمشيو معاها كامله بحال هكا كنثقبوها ونجيب وسمحوا لينا على الهضره ديال احنا في المارشي حيت كنصور في المحل شويه ديال الهضره سمحوا لنا هانتوما كنمشي معاها بحال هكا غنمشي معاها كامله بحال هكا هانتوما المشاهدين هذه دابا بالنسبه للفلفله حاره والدنجال انا راه طفيت عليه دابا انا باش غنجبدو دابا من الكسكاس باش نوريكم كيفاش غادي ندير حنا غنمشيو مع العمليه بحال هكا كامله حتى نكمل هانتوما
حتى نكملها كامله. بالنسبه للبنجان هانتوما هو فاير، هانتوما راه غير نص فوره. ها شتي ما كنخليوش حتى يطيب، هانتوما راه باقي قاصح. شتي هانتوما بحال هكا كنحيدو كامل كنحطو. هانتوما راه ما طيبش بزاف شويه وكنديروهم. بالنسبه للفلفله ديالنا انا صالصه كامله، وبالنسبه للدنجال انا غنسكتو هنايا هكا سخون. هانتوما كيفاش غندير ليه، هانتوما يا قرعه يا بلاستيك يا دجاج بحال بحال، هاهي تكون دايره مزيان و مغسوله مزيان ودايزه في الماء سخون. هانتوما شوف القياس اللي غادي يهز ليا ديال الدنجال، يهز ليا القرعه حيت سخون. هانتوما سخون يا هانتوما كيفاش تتلي. وبالنسبه لهاد الثومه كنطلقها عليه هاد ربعه الحبات ديال الثومه كنطلقهم فيه هكا. مازال غندير لكم الخضره عاوتاني بالخضره من مشكله كتكون حتى هي معها العطريه ان شاء الله يا ربي. ها هما هذا الدنجال والفلفله، هذه هما السوريز ديالنا مطيشه حتى هي هنايا. كيفاش غندير ليها هادي مطيشة الفلفلة الدنجال. بالنسبة للملحة كنديرو فيها الملحة والخل، ها هو كنحطو ليكم ديما بهذا ديالو باش تعرفو بلي كندير غير هذا العادي، ما كاينش شي حاجة أخرى مزورة ولا كاينة سنيدة وكاينة الملح. هانتوما بالنسبة للدنجال هانتوما كندير جوج ديال المعلقات ديال الملح. هانتوما الدنجال وكندير ليه سنيدة وحدة الدنجال. الدنجال كنصاوبوه بالماء سخون. بالنسبة للخل هانتوما شحال كندير فيه ديال الخل، زيد هنا ياسين هانتوما ها واحد كديرو خمسة المعالق على حقاش مضوبل. وبالنسبة للحل بحال دابا بحال دابا بالنسبة للقراعي هادو صغار، هادي بحال هزة جوج ديال القراعي من هادو. وكندير ليه الما سخون الما طيب. هانتا يكون مغطي وكنسدو عليه بحال هكا يا بلاتي شويه غادي نسد عليه بلاتي بين ما نسالي. بالنسبه لهاد المطيشه والفلفله حاره غادي ندير ليهم الماء كما القاعده، الماء غير من الروبيني عادي. انا كناخذ من روبيني عادي قدامكم باش ما ماشي كاين اللي كيقول لك لا ندير الماء ديال سلاح رازون ولا ديال
ديال ما طايب ولا طيب وخليه تيبرد راه بحال بحال، ماشي بالشرط عادة كان سميتو. هنايا كنديرو كيما القاعدة، أنا نديرو الملحة، جوج معالق عاد ديال الملحة وحدة سنيدة، هاهي والخل أربعة معالق ديال الخل، هانت ثلاثة أربعة هذا كنبقاو نخدمو حتى كيذوب فيه الملح. علاش ما درتش الملح هنايا مباشرة والخل وداكشي باش ما نبقاوش نقلبو القرعة مطيشة باش نبقى زايدة، ايوا بلا ما نبقاو نخدمو. مازال غندير لكم الخضرة ان شاء الله كاملة اللي كتخلل كلها ان شاء الله يا ربي، باقي الحامض، باقي الحامض فيه جوج طريقات ديال الطرقات ديالو، انا غنديرهم هكا، كاين طرقات سخون وطرقات بارد ديال الحمصير. هذا غندير حنا ذوبنا هذا الماء والسكر بحال هكا، هذا هو المخلل ديالنا ديال البارد. بسم الله هانتوما، حنا غنمشيو معاه هكا تنكملوهم كاملين. دابا حنا كملنا ديال المطيشه ها هو، وغادي نديرو ديال الفلفله، هاتا. ودابا المشاهدين انا عمرت على مطيشه ديالنا سوريس، وعمرت على الفلفله، عمرنا على الدنجال، ودابا غادي نسدوهم هانتوما، نزيرو عليهم مزيان باش ما يدخلش ليهم الهواء. هانتوما باش ما يدخل ليهمش البرد، هادو تاهما هابطين هانتوما. ها هي هاد الدنجال ديالنا وهاد سميتها ها هما فيهم، درت فيهم ديك الثومه. دابا هاد الفلفله وهاد الدنجال ديال الطلب ديالكم، راه هادي هي الطريقه ديالو باش كنصاوبو، وراه ماشي تخليوه يفور تيطيب، راه شفتو كيفاش هزيتو باقي قاصح ماشي طيب بزاف، وهذا وعمرته عليه بالماء طيب راكم شفتو كيفاش هو يا، وديك الساعه بقاو قلبوها بحال هكا وهكا صافي، باش كت ديك الملحه مع السكر كيذوب، بقاو تقلبوها ولا غدا ثاني قلبوها مره، غير مره ماشي بزاف بقاو تنخذوها ولا شي حاجه. وهاد الفلفله ثاني هذه هي الطريقه ديالها، راه كتجي زوينه وغزاله، وتكون عندكم في الدار يعني العام كامل، ما ديروا غير القريعات لا كانوا القريعات صغار، من الاحسن ديروا القريعات صغار على حقاش ملي كتحلوا القرعه كتحلع وحده والاخرين يبقاو بحال كما كندير انا، دايره دابا كلهم دايره القريعات صغار. وبالنسبه للمطيشه حتى هي ها هنا صاوبتها معاكم ها هي، وباقي ان شاء الله خضره اخرى، باقي الحامض، باقي بزاف ان شاء الله يا ربي، شويه بشويه غادي نوريكم شويه بشويه، حتى ان شاء الله نطلب ربي تعجبكم هاد الوصفات وتجيكم على الخاطر وعلى القلب مزيانه، وقبلوا على امكم رشيده وبالصحه والراحه للجميع، وما تنساوش جيم وبارطاجيو
والله يعطيكم صحيحتكم، وشكرا شكرا بزاف، والصحة والراحة.